اي دسدس فشلومه جا فشلومه صب الزيت فشلومه وني فشلومه ننجح ما ننجحش ننجح وما ننجحش ننجح ما ننجحش والله من ناحية جحش وما جبت شيء جديد من عندك فشلومة يرد بالك باش نعطيك الدم في وجهك ليه يا ولدي صعب ينفدلك ماكرو فشلومة رزلت الباك راهي وأول مرة نخاف معلم على أساس أنت أول مرة تعدي الباك فيق يا شفيق المرة الخامسة هذه أزا وبعد يشبيك أنت اوه انت نعرف فشلومه لازم تفكرني في الماضي الاليم لا يا صاحبي انت صاحبي واخويا الغلي وانا نحب نطلع لك المورال اي نعرفك فاشو والصديق وقت الضيق وفاشو وقت اللي تستحق له تلقاه يا ولدي نقول لك حاجه انا عديت الشعب الكل فردهم ورجعت فيهم الكل بملاحظه حسن جدا في كل شعبه فشلومه وقت اللي نقول لك بايك تقول لي شعبة وأزلام وتصفيخ نورمال انتي تبي انا تو بالحالة النفسية متاعك النجم نقول لك مش تنجح ولا اوه كيفاش فشلومة تنور الصديق راني باش نتبرندي يا معلم سلاسل الحكاية انا باش نسألك اسئلة نفسية عامة وانتي جاوبني باللي تقدر برا فشلوم ايه شد عندك اي السؤال الاول يشدك ساعات كرومب في شعرك فشلومة تيهاك ترى شعر الربي لي بي نمشي للسؤال اللي بعده 5 × 3 × 2 × 6 × 7 × 14 × 2 × 2 × 40 اي 40 يدك عزل بيم طلعت حلبة زادة في الحساب يا ولدي لا حلبة لا عدس اي عدو تربني وللصبر حدود يا صاحبي بي هذا اخر سؤال التنين الازرق شلونه تتشبرش فشلومة يا اخي مازال تنين هو يا برا قولنا ناخذك على قد عقلك يا التنين لونه ابيض ليه نقولك حاجة انت منظرك الباك مش تنسيه نهائيا والى الابد اما الفشلومة هكا تعمل الصديقة جبتك للا وليت لي علا يا ولدي ملامح وجهك ذكروني في الكوالا النفسة اللي ريتها في القطب الشمالي البارح فشلومة براس سمك فماشا ملا هو جي تشوف فما سعيدة فما منى اما امل صايب شوية اوه فشلومة اسكت عوجي المساج يا معلم ادميز يا معلم ادميز انت يدمي مستحيل يا ودي صدقني امبوسيبل تنجح تو انت وجهك متاع نجاحة يدي مش بالحق يا كروم ميكش منجحتش اسمعني فشلومة مصحش تيست ومؤشرات وصعيب النجاح تتلى فيا فشو تكذب على الصديقة يا الاولاد بالله يقول كلمة حق كذبت عليكم انا قبل لا ابدا اي تسدس فشلومة جا فشلومة صب الزيت فشلومة فشلومة